الجهات جاهزة. The Roof and Racing انطلق آخر أشواط الأمسية على كاز مونتريال للسيارات من مسافة 1800 متر بانطلاقة 8 من الجيادة المستوردة الثيربريد بانطلاقة Allergic Reaction خطوة بخطوة مع المرشح الأول American Artist. Main Street يأتينا ثالثا بينما استكمال في المركز الرابع. New Classical في المركز الخامس بينما سادسا يأتينا هنالك أيضا I.I. مع الفارس لينيو مان مضمار في المركز السابع وساجد في المركز المركز الثامن. نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع أمريكان أرتست جيرالد موسي على صدارة في هذا الشوط بشعار العاديات ريسينج. يلحق به ثانيا أليرجيك رياكشن بشعار المحمدية ريسينج مع الفارس الروزي جيسب. استكمال في المركز الثالث بمحادات السياج مع العماني أنس السيابي. والمركز الرابع مين ستريس مع إبراهيم نادر بينما نيو كلاسيكال ياتينا خامسا. مضمار في المركز السادس والمركز السابع المرشح الثالث اي اي في المركز السابع وثامنا هنالك ايضا ساجد مع الفارس حسين مكي. هنا الدخول في المنعطف الاخير الان باتجاه خط النهايه 600 متر ما تبقى من السباق ولا تزال الصداره مع امريكان أرتست جيرالد موسي على صداره هذا الشو. يلحق به ثانيا هنالك انطلاقه أليرجيك رياكشن الذي بدا في الانطلاق مع روزي جيسي ومحاولات ايضا من قبل استكمال مع الفارس انس السيابي وهنالك ايضا محاولات من قبل نيو كلاسيكال مع بادي ماثر. فعلا أيها السيدات والسادة هنا انطلاقة نيو كلاسيكال مع الفارس بادي ماثر ومحاولات أيضا من قبل استكمال من جانب السيال وساجد أيضا قادم بقوة. فعلا أيها السيدات والسادة نيو كلاسيكال مع بادي ماثر الذي يبحث أول انتصاراته في مملكة البحرين. إذا نيو كلاسيكال هو بطل الشوط الختامي على كاس مونتريال للسيارات بقيادة بادي ماثر وتدريب علي الأنصاري.